اولا مبروك علينا كاملين على هذا الانجاز التاريخي. التاريخ تكتب بالميداد من ذهب. الحمد لله انا ملي كنت لعب لعبت شي 15 سنه في ليليت في بريمير ديفيزيون، ولكن ربحت تيتر واحد وخسرت اربعه. صعيب باش تتوج، صعيب بزاف وانا كنعرف هادشي، ولكن باش تتوج ثلاثه ديال التتويجات في عام واحد من اصل اربعه فطبيعه الحال هذا كيبقى واحد الانجاز اللي هو تاريخي للمدينه، تاريخ لكره السله وتاريخ لهذا الفريق الفاتي. خمس سنين ديال من البنات وست سنين ديال الدراري يقدروا يوصلوا لهذه النتيجه هذه، فطبيعه الحال ما نكونوا الا فخورين به، فخورين بالعمل اللي تعمل ولا التضحيات ديال المكتب المسير ديال هذه واحد بحال اللي قلت ديال خمس سنين سنين. الحمد لله عطى الاكل ديالو، وهذا الشيء كيزيد يحفزنا باش نزيدوا نفتشوا على القاب اخرين ونزيدوا نمثلوا مدينه طنجه احسن تمثيل ان شاء الله. انا كنظن العمل والنيه والاخلاص والتفاني في العمل ديال هذا المكتب المسير اللي هو في النواه ديال هذا التتويج هذا، واللي دفعنا اكثر هو ديك الجو العائلي اللي كيسود هاد الدراري هادو وهاد الاخوان هادو. الحمد لله الدراري شباب رياضيين، عندهم ما عندهم لا انتماء لا سياسي لا احنا ماشي ضد السياسه، ولكن اللي بغيت نقول هو زعما الفريق اللي هما الاعضاء ديال المكتب ديالو هم كاملين دي جون اللي هما دي زاك جوار ولا محبين ديال رياضه كره السله، وملي كتكون النيه وملي كيكون العمل كيكون الاخلاص ان شاء الله وبالتيسير ديال الله سبحانه وتعالى استطعنا نوصلوا للهدف ديالنا. ديك بحال غنقولوا الفرقه بمعنى الكلمه، ما تحملوا الكلمه من معنى فريق متكامل. الحمد لله دوزوا واحد العام اللي ما كانش عندنا مشكل كاع، انا بخوم الحمد لله التجربه ديالي في فروق في كره السله وفي هذا، يعني الجو اللي كان سائد في هذا الفريق هذا لا ذكورا ولا اناث قليل فين تقدر تجبروا فروق اخر. اسوأ لقطه انا بالنسبه لي هو ملي اي واحد ما كيبغيش يتضربوا له اللعابه. اسوأ لقطه عندي انا هي في الماتش الاخراني ملي تضرب يزيد هدلفا وعرفت الطريقه ديال السقوط ديالو كانت اصابه بالغه. ان شاء الله عمل العمليه الجراحيه والحمد لله نجحت، وان شاء الله يا ربي يرجع اقوى. هذا هو بالنسبه طبيعه اخر طبيعه الحال احسن لقطه ولا هذا فهو التتويج. ما ملي كتسوج كاع ديك التماره اللي ضربتي ولا ديك التضحيات اللي كتشوف ديال الناس الدراري اللي كتضحي بالغالي والنفيس الوقت ديالها بالمال ديالها بهذا، ملي كتشوف ديك التتويج وكتشوف ديك الفرحه ديال ديك اللاعبين ولا ديال الجمهور ولا مدينه طنجه وعلى راسي مسعدس الوالي اللي كيتصل بك ديك الساعات كيقول لك فيليسيتاسيون اونون ديال مدينه طنجه. فهذا بالنسبه لنا واحد حافز كبير باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا نزيدوا القدام ان شاء الله. مستقبليا ماتش طنجه دابا هي وخلينا ليستون عالي شي جويش، ما عندنا ما نعرف هادشي اللي عطا الله ديسي ثلاثه ديال اللي جيت ما يمكنش لاعب اللي ما جاش تقول لا راه ما تلعبش على شي حاجه. غادي نحاولوا عاوتاني، غادي ندابزوا، غادي ندبروا، غادي لان الدراري هادو يستاهلوا وهاد المدينه هادي تستاهل وهاد المكتب هذا يستاهل واحد يضحي. رساله يزيدوا في الدعم ديالهم، يزيدوا يثقوا في هاد الفريق هذا، لان شحال مره كنقول لهم الدراري هادو يستاهلوا والحمد لله استاهلوا التشجيعات وقدروا يوصلوا للمبتغى ديالهم والمبتغى ديال مدينه طنجة اون جينيرال بهاد التتويجات. شكرا جزيلا اخ مبروك مرات. مرحبا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.